السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله يا رب تكونوا بخير. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد، لعبة جديدة، سيارة جديد، تحدي جديد. قبل ما نبلش بهذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لنستمر معكم فيديوهات جديدة وحصرية إن شاء الله. تمام، حاليا راح نبلش بهي اللعبة، نشوف شو السيارة سرعتها أداها. هاي اخذنا نجمة هون، هاي اخذنا النجمة، هذا كثير ايش هذا؟ يا معودي هذا، اخذنا دريع حماية هون كمان. صراحة كثير حلوة اللعبة، هاي نجمة ثانية. شو شي بروح يمين شي بروح يسار، مو بعرف شو. يا عيني، لا هيك شوي كتير. هاي عدينا، حلو كتير، هاي فزنا بهذا الجيم. راح نكمل المرحلة اللي بعد هاي، نشوف التحدي. اخترنا في السيارة، تماما شوي مطارق وبنكسر السيارات، ما بعرف شوي شوي شوي. والله شكلنا راح نروح فيها. ما عاد تطلع السيارة يا معود، نرجع نعيدها من أول وجديد، نهدي نشوف شو ترتيبة اللعبة، كيف راح نعدي السيارة من أي مكان. تمام تمام تماما هكذا. طلع على الطريق كيف بيفتح، صراحة شغلة اللعبة. أنا الصراحة شوية معقدين الأمور لكن حلوة كثير. كنا راح نروح فيها، بنشوف هون ايش فيه كمان. يا عيني هذا البيت فيش الواحد، اصبر. هاي خلصنا من هدول، بنشوف ايش فيه بعدين. ستوب، والله رحنا فيها. ايش حاطين ستوب؟ الله على الحركات، الله ايش هاد؟ تقريبا هاد بيتحرك، يا عيني على التغنية. يلا هلا امشي، حلو كتير والله، صراحة حلو كتير. مو هيك والله، شفنا ما بطلع قدامنا. أنا بيطلع على غفلة، تماما. وهيك وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو مشان تتابع معكم فيديوهات جديدة وحصرية إن شاء الله.